صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لولي الأمر إسقاط شيء من أحكام الشرع؟ أعوذ بالله من ذلك. لا يجوز لأحد أن يسقط شيء من أحكام الشرع، لكن قل هل يجوز أنهم إذا عجزوا عن شيء أنهم لا يثم عليه مع العجز؟ نعم، قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.